السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يعني في هذه الحلقة يعني تشوفوا معنا كيفاش الطريقة نتاع هذا، يعني يكون الكولور في الوسط كما كتشوفوا، غادي يكون فونسي، ولا الجنب ديالها كيكون بارد. هانتوما كتشوفوا هذا راه كاستانو، كولور كاستانو الاسم ديالو. غادي نديرو اكاجو، نديرو في الوسط. انا درنا الجورنال بهذه الطريقة، هانتوما كما كتشوفوا الان غادي نفونسيو هذاك الوسطاني. ها هي راه تفونسات، غادي نقلعو الجورنال كما كتشوفوا. ها هو كاستانو كي داير بارد، واللي رانا فونسينا. هو في الاول كان خشب بيض كما كتشوفوا هنا لتحت. ها هو دوك كي كيبان لكم، وها هو الكولور بي كنزيدو بي كنبريباريو من التحت بكاستانو، وكتضرب لاكاجو فوقو كيعطيك هذاك الكولور ديال لاكاجو فونسي. هو كنحيدو، ضروري اننا نحيدو الجورنا، غادي نحيدو في الاخر. هو وضروري ماشي يعني خصني نولي نستر لاكاجو عاد نضرب الجهه الاخرى، لا نضرب بالسولي ديريكت، لان ماشي مشكل هذا فيرني ماشي صباغه. الصباغه ضروري خصك تستر الوسطاني، ولكن فيرني ما يهمش انك تستر. انا درك غادي نبدا نضرب، لان بك تضرب فوق منه كيجي ملاصق هذاكشي، لان انا ما كاينش يساعدني التليفون، ما كانش اللي يساعدني يشد لي باش تشوفوا هذاك الشيء واضح وانا كنضرب. المهم انتم كتشوفوا، ما تنساوش الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس، وجيم اللي بغى اللي ما بغاش. المهم انا كنقدم لكم كنبين لكم تشوفوا الطرق كي داير. هو الشكل النهائي كما كتشوفوا، راه مات. هذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا، يعني كولور من احسن الالوان. يعني باش هادي يخرج لك هذا اللون ضروري ان تكون كاستانو لتحت. وبالنسبه للدهان تاع الخشب، يعني راه معروف الفيرني ان كيتبدل الكولور على حساب الظل، على حساب يعني إذا مشيت لي بواحد الجهة بحال مثلا غادي نمشي بالجهة الأخرى كيبان فونسي، إذا مشيت لنا هو راه في الضو، لأن هاد البلاصة اللي كاين فيها هنا كاين الضو فيها. هاهوما كيما كتشوفو هادو كاينين في الظل كيبانو فونسي. هذا من أحسن الألوان، هذا الكولور ديال اللوز فونسي. المهم كولور داك الشي الرفيع، هانتوما تشوفو عمر قجورة. الانسان يشوف الطرق ديال الخدمه كي دايره. ها هي دي المرايه، دي نديرها فوق الكوافيز ديالها كتجي هنا. وبالنسبه هذا الفراغ اللي كاين فوق الكوافيز كما كتشوفوا، الا راكو تلاحظوا هذا الفراغ، غادي نبين لكم هنا هذا الفراغ. هذا كتحط تما زاجه، كتكون تما زاجه كتخدم عند الملزج. ها تشوفوا كاين العروق كيبقاو يبانو، وكولور يعني بداك الشي الرفيع. باش هادي تشري اتانت، يعني هاديك اللي كتسوى يعني 1400 درهم، 2000 درهم باش تخرج هاد الكولور. يعني حنا كنديرو يعني كولورات كنلاقيوهم، وكيعطيونا هادوك الكولورات اللي كتشوفوهم غاليين. وما هي من الاحسن من الافضل انه الكولور يكون بالديبار، يعني كيدخل. الان نقدم لكم يعني ها هو كاستانو كما كتشوفوا،
هو كاستانو، كان خدم تاكسي، لازال كيجي منيلية، كيدخل على منيلية الآن. كاين يمكن تزوروه، كاين اللي ما زوروش. المهم في الأول كان يدير شي 8500، يعني 85 درهم، الآن كيدير 65 درهم. هو دروك يعني لاكاجو فونسي باش درتو، يعني ضروري خصك تخلطو مع البروزيك، يعني فيرني سولوروزيك. هذا سولوروزيك، هذا نتاع اطلس، هذا سولوروزيك. انا كنفضل نخدم البروديك فيرني بروديك، وما نفضلش الاطلس، لان بروديك كينشف في ساعة، يعني عنده السرعة فاش ينشف. نتاع كي سميتو اطلس، يعني شوية حتى الجودة ناقصة. نتاع بروديك انا مهم كنفضل البروديك. بالنسبة لكيس ديديو، خص ضروري يكون الاويت، الاويت ضروري، لانه هو كيعاون في الذوبان ديال الدهان، وهنا اصلا كيطلبوا بك الاويت، هو كما كتشوف. المهم كنخلطوا هاد الجوج، هما كنضربوا بهم بيستولي، وضروري الشمح. هذيك يعني باينه، اصحاب الحرفه راهم عارفينها، كدير لاتانت كسيد ازالو. المهم هذا فيرني اللي كنضربوا في الاخر كما كتشوف. انا هنا ايش الشمع اللي ما بينتولكمش.